انت مع حضرتك عن الجمل الفنيه، فريرة بقاله كام تدريبه بيشتغل على بعض الجمل الفنيه للقاءات بشكل كبير، هل شايف الزمالك محتاج يغير شكله الهجومي بقى فيه حفظ الهجوم الزمالك، ولا فريرة بيحب يأمن نفسه؟ هو بالتاكيد طبعا الانديه الكبيره زي نادي الزمالك بتبقى كتاب مفتوح للمنافسين، طبعا انت بتقدر تتعرف ازاي على، خلاص مش هتقدر يعني تنكر ان في حد زي زيزو متالق، بتعرف تقدر تقفل عليه الخطوره ازاي، محاور الخطوره، فبالتالي المناوره التكتيكيه اللي بيقدر يعملها مستر فيريرا ان هو ينقله من اليمين او للشمال، او ان هو يعيد توظيفه في المثلث الهجومي بشكل ان هو يديله مساحه حريه اكتر، لان طبعا معروف ان زيزو من اكتر لعيبه صناع اللعب في والهدافين، هداف الموسم اللي فات وايضا من صناع اللعب في الموسم ده، واعلى اسيست واعلى هداف في الموسم اللي فات. بالظبط، فبالتالي دي حاجه، الموسم ده هو هدافين برضه، ده حقيقي، فبالتالي دي حاجه بتخلي المنافس حاطه في حساباته كويس جدا وبيحاول ان هو يقفل عليه بشكل كبير، ده اللي بيدي مستر فيريرا شويه ان هو يميل ان هو ينوع شويه من الجمل الهجوميه، يخلي في يعني اختلاف شويه ان انت تقدر تخترق دفاعات المنافس، يبقى عندك اكتر من حل، يبقى عندك اكتر من مناوره تقدر تعتمد عليها في المثلث الهجومي، ممكن تاخر لاعب شويه، ممكن يبقى في ربط ما بين الاجنحه ولاعب اللي هو بيبقى تحت راس الحربه، اعتقد كل دي اوبشنز عند مستر فيريرا يقدر يعتمد عليها في ظل العناصر اللي عنده. هل ممكن نبدا نعتمد على بعض قوة ضاربة عندنا في خط الوسط؟ عندنا خط الوسط بتاع الزمالك كله لعيب الكوره، صحيح، وكله بيعرف يسدد، هل ممكن يكون في مشاركه ليهم في الاجزاء الهجوميه؟ بالتاكيد يعني في لعيبه برضو يعني يمكن عمرو السيسي رغم ان لسه ما وصلش للتوب فورم بتاعه، لكن مسجل هدفين معاك، بيقدر ان هو يزيد، بيقدر ان هو يكمل، انت مستني منه اكتر من كده كمان طبعا. دونجا لعيب اثبت وجوده في وقت قليل جدا، لسه برضو عنده افضل من كده، دونجا ستايل ديفندر ما شفناهوش بقالنا فتره، بالظبط، اللي بيقطع وبيعرف يطلع الكوره بشكل جيد وبيقطع الكوره من رجل منافس هو جاي عليه، مزبوط. مش بيعمل تاكلينج ويضطر يعمل فاول، لا عنده مهارات خاصه في استخلاص الكوره، بالظبط كده، دي ميزه مهمه جدا عند دونجا، يمكن حتى المباريات اللي نادي الزمالك ما حققش فيها نتيجه ايجابيه، الماتشين اللي فاتوا تحديدا عمل كميه استخلاص للكره بشكل مميز جدا، يعني كمان بيقدر ان هو يوصل الكره للثلث الهجوم بشكل جيد، عنده سلاح مهم جدا وهو سلاح التسديدات، لسه ما استخدموش بشكل كبير لغايه دلوقتي، لكن اعتقد هيستفيد منه بشكل كبير، خاصه ان جنبه لعيب كويس جدا زي امام عاشور، بيقدر ان هو يفتح اللعب للعيبه اللي جنبه ويحركهم بشكل كبير جدا لما بيبقى معاه الكره، فاعتقد كل دي مزايا الخط وسط نادي الزمالك لو استغلت بشكل جيد ولو كانت في حالتها، اعتقد انها هتصنع الفارق.